رواج كبير حققه تاكسي أوبر وكريم منذ إطلاقه في مصر، ما أثار ضجة باحتجاجات سائقي التاكسي التقليدي لتحتدم المنافسة بينهما وسط مطالبات بتقنين أوضاع التاكسي الخاص نظرا لجودة خدماته. فشركات التاكسي الخاصة أوبر وكريم وأسطى استطاعت جذب الكثيرين إليها في فترة وجيزة رغم الكمائن التي ينصبها سائق التاكسي العادي لها، إضافة إلى القبض على عدد منهم من إدارات المرور بسبب التراخيص. ريحنا أسان أقبض عليه، لما باجي أجيب حد من الناس دول أنا بشوف البرنامج بتاع اللي هم عاملينه على النت، بشوف الصورة بتاعت الشخص اللي جاي لي، بشوف هيجي لي بعد قد ايه، بشوف كل التفاصيل بتبان قدامي. مش بخاف من فكره ان هو يتقبض عليه والكلام ده، المفروض هم ليهم صيغه قانونيه، اصلا الشركه لها صيغه قانونيه وده مش هيمنعني ان انا اطلبه. طلع رئيس الوزراء او ناس في المرور قالت الناس دي شغاله بدون رخصه. طب ازاي انت سايبهم بقالك سنه بدون رخصه وده تتكلم عشان هم دول الناس بتوع التاكسي الابيض عملوا وقفه احتجاجيه؟ هم هدول فاتحين بيوت، دي شركة خاصة وبتشتغل في أي حاجة ممكن يبقى فيها قطاع عام وقطاع خاص، إيه المشكلة وترخص؟ ومع تصاعد الأزمة بين الطرفين قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية لبحث كيفية تشغيل السيارات الخاصة في أغراض تجارية وسبل التعامل معها قانونيا، وهو ما قبل بحثاوة من مستخدمي شركة أوبر ومثيلاتها. أوبر وكريم بصراحة خدمة مش مضايق حد، انا ما اعرفش ليه هم متضايقين منها. طب ما تطوروا نفسكم وتبقوا زيهم، يعني مش هتخسر حاجه. عمليه منافسه، وصلك من البيت لغايه الحته اللي رايحها، وارخص من التاكسي العادي اللي بيحتكر المواطنين ويقول لهم لا انا مش ملتزم بالتسعيره اللي موجوده. انا شايف ان هي ظاهره كويسه، ويا ريت البلد بس يقننهم في الدوله، يعني يبقى متقننين يعني. وبعد ان سحبت هذه السيارات البساطة من التاكسي العادي ونشوب الازمه بينهما، باتت الحاجه ملحه الى قوانين تنظم خدمه التاكسي في مصر. هشام الرباط، هنا العاصمه.